مشاهدو شاشة البلد في كل مكان وفي كل بقاع السودان وخارج السودان، تحية صباحية ندية لكم أينما كنتم تتابعونا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد على الهواء مباشرة. نتجدد معكم دائما في كل صباح، صباح البلد، صباحات السودان الندية الطيبة، ونحن دائما بنترسم عبير الحرية والسلام والعدالة وكثير من التفاصيل في هذا السودان الذي يسعى الجميع، سودان الأمل والتفاؤل بتحقيق كل المطلوبات إن شاء الله في هذه الفترة الانتقالية والعبور بالسودان إلى بر الأمان. وبكل تأكيد صباح الإرادة وتحقيق المستحيلات، ولا مستحيل تحت الشمس. صباح التوفيق بكل تأكيد لكل الطلاب المتوجهين الآن نحو المدارس، صباح التوفيق لكل الطلاب المتوجهين نحو أيضا الجامعات، صباح التوفيق لكل المتوجهين نحو أعمالهم وأشغالهم. بكل تأكيد تحية صباحية أيضا نبعثها من خلال هذا الصباح لكل ربات المنازل ولكل الأسر السودانية الجميلة التي تحرص على متابعة مشاهدة هذا الصباح من خلال البيوتات المختلفة، ولكل الناس اللي بتسمعنا وبتشاهدنا في كل مكان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحريص أنه تتابعنا أيضا خارج السودان، ولكل الناس اللي بتحب الصباح دائما عبر صباح البلد لأنه هو قريب من الناس، وشاشة البلد قريبة من الناس، بتطرح مواضيعكم اللي بتهمكم واللي بتلمس قضاياكم الحقيقية على أرض الواقع. تحية طيبة لكل التيم العامل اليوم عبر هذا الصباح الجميل. سنية بقول لها صباح الخير مع القهوة الجميلة. تحية برضو لإبراهيم، تحية برضو لسنتر، تحية برضو لمهيد العجب، تحية أيضا للحادو، تحية لكل الشباب الحلوين ديل من خلال صباح البلد. إذن هي تحايا الصباح نرسلها لكل السادة المشاهدين، وأمنياتنا لكم بقضاء إن شاء الله يوم جميل وموفق وبداية أسبوع تحمل الكثير من المضامين الجميلة اللي من خلالها إن شاء الله نتمنى أن كل الناس تكون مبسوطة وسعيدة وراضية بحياتها. كثير من الناس بتفتكر أنه بداية الأسبوع هي مساحة للتفكير ووضع الخطط من المفترض يتم إنجازها من خلال هذا الأسبوع، وهي بكل تأكيد يعني بداية أسبوع مميزة إن شاء الله بالنسبة لكل الناس. أهلا بالسادة المشاهدين، أهلا بكل الناس اللي بتابعونا في كل مكان. دائما وأبدا نرجع الكنترول بعد، نرجع نتواصل معاكم ونشوف موضوع الحلقة عبر هذا الصباح. تحية لكم مشاهدينا، إهداء لكل السادة المشاهدين بكل تأكيد لحن الصباح. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، صباحات الرضا والتوفيق إن شاء الله لكل السادة المشاهدين، لكل الناس اللي بيتابعونا في كل مكان عبر البيوتات السودانية ودائما قناة البلد من بيوتنا السمراء، وناسا كل الموظفين لكل العاملين في المكاتب المختلفة واللي بيحرصوا دائما على متابعتنا من خلال هذا الصباح. لكم التحية بكل تأكيد، أهلا بكم من جديد، وأهلا بأحبابنا وأصدقائنا بكل تأكيد أصدقاء صباح البلد اللي بيحرصوا أيضا على مشاركتنا والتفاعل معنا من خلال هذه المواضيع المختلفة. بكل تأكيد مشاهدين الكرام، نحن في هذه الفترة الانتقالية الحرجة اللي بيمر بها السودان، وهي فترة مفصلية من تاريخ السودان العظيم، السودان اللي قدم الكثير من خلال تضحيات أبنائه، من خلال ما قدموه آبائنا وأجدادنا في سبيل الحصول على وطن معافى بعد الاستقلال، وكثير منا كان يتابع هذا التاريخ النضالي العظيم بالنسبة لأحزابنا السياسية المختلفة والمتعددة. هذه الأحزاب السياسية مشاهدين الكرام اللي منها ما هو مبني على أفكار وبرامج، ومنها ما هو مبني على ربما تجمعات قبلية وتكتلات قبلية، ومنها ما هو مبني على أفكار عقائدية في هذا السودان، ولربما هذه الأحزاب القديمة مستمرة حتى الآن. وكثير من المحللين السياسيين يجدوا أنه هناك تقليدية في أفكار الأحزاب السودانية بشكل عام في السودان، ولو أن هناك بعض الأحزاب الطلائعية المتقدمة التي استطاعت وأن هي تقدم في تجارب مختلفة، ولكن نقد الذات من الضروري أن يكون حاضر معنا من خلال الصباح. هل فعلا هذه الأحزاب السياسية منذ الاستقلال وحتى الآن في هذه الفترة مشاهدينا الكرام التي هي فترة مفصلية من تاريخ السودان، استطاعت أن توحد ما بين السودانيين على الرغم من اختلاف الأفكار يعني، وهل استطاعت أيضا أن ترسم الطريق لسودان آمن ومستقر، أم أن هذه الأحزاب ساهمت في تفتيت البلاد، في فصل السودان إلى السودان جنوبي وشمالي، إلى التمزق الكبير، إلى أيضا الاختلاف الكبير ما بين أبناء الوطن الواحد؟ هل هذه الأحزاب هي فعلا أحزاب ديمقراطية، أحزاب تنادي
شفافية أحزاب تنادي بهذه الأفكار التي نتابعها عبر وسائل إعلام مختلفة، أم أنها أحزاب داخل البيت الواحد فيما بينها داخل مكاتبها يوجد فيها عدد كبير جدا من القياديين الذين لم يتركوا مواقعهم لسنوات وسنوات طويلة جدا، وهم في ذات التوقيت ينادون بالديمقراطية والسلام وبالعدالة وبكثير من هذه التفاصيل. ما بين مشاهدينا الكرام دور الأحزاب تجاه الوطن السوداني، تجاه سوداننا الحبيب لتحقيق الاستقرار والأمان والعبور بالسودان إلى بر السلام، وما بين إمكانية أن تؤخر هذه الأحزاب الدور المنوط بها تجاه الوطن، الدور القومي، الدور الوطني الكبير في جمع كلمة الصف الوطني، وأيضا اتخاذ القرارات التاريخية من أجل أنه نعبر بهذا السودان في هذا التوقيت الحرج. تجربة الأحزاب السودانية، رأيكم في تجربة هذه الأحزاب منذ الاستقلال وحتى الآن، وماذا قدمت هذه الأحزاب لهذا الوطن الكبير، وهل فعلا هي أحزاب رائدة تستحق فعلا أن يكون فيها أعداد كبيرة جدا من الجماهير التي تقف معهم من خلال البرامج التي يقدموها ومشاريعهم وخططهم، أم أنه هذا الأمر غير موجود على أرض الواقع؟ هل سنشاهد انتخابات إن شاء الله في مقبل الأيام بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية يتنافس عليها هذه الأحزاب جميعا بصورة جيدة ومقنعة بالنسبة للشعب السوداني، أم أنه هناك عدم ثقة من قبل المواطن السوداني بأن هذه الأحزاب السياسية في السودان تمثل الشعب السوداني، تمثل تطلعات بعض المواطنين، وأن هذه الأحزاب السياسية هي نخب تسلم غيرها في كل فترة، جيل يسلم جيل آخر بذات الأفكار، بذات الطموح، بذات البرامج، من دون أي تغيير، من دون أي إحداث اختراق حقيقي، من دون أي اهتمام بقضايا المواطن والمواطنين. ما بين هذا وهذا كيف ينظر الشعب وكيف ينظر المواطن السوداني البسيط وكيف ينظر متابع الصباح عبر شاشة البلد لتجربة الأحزاب السياسية في السودان، وأيضا إلى دور هذه الأحزاب في هذا التوقيت الصعب من عمر السودان. إذن هذا هو موضوع هذه الحلقة مشاهدينا الكرام.